يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده ولقاء جديد يجمعنا بالاستاذه فرح الخباز اختصاصيه نطق ولغه ورئيسه قسم برنامج التدخل المبكر والارشاد الاسري حياك الله معنا استاذه فرح. الله يحييك. في البدايه حابين نتعرف على مشاكل السمع او شنو اللي ممكن شيء ما يخطر على بالنا ان الاذن او الطفل يعاني من السمع وخصوصا ان احنا يعني تونا في المراحل المبكره. فشلون نكتشف ان هذا الطفل يعاني من مشكله في البدايه خلينا نعرف شنو هو ضعف السمع ضعف السمع هو فقدان جزئي او كلي لحاسه السمع شلون نعرف ان الطفل عنده مشاكل في السمع حاليا في كل المستشفيات اثناء الولاده يسوون فحص السمع من الولاده فممكن الام تكتشف اذا كانت المشكله من الولاده اذا عنده ضعف سمع او فقدان سمع الكلي بالنسبة حق المؤشرات أو الأسباب اللي قد تشوفها الأم وممكن تتأكد إن طفلها عنده مشاكل في السم اللي هي ممكن الالتهابات المتكررة في الأذن عادة أكثر من ثلاث مرات في الست أشهر تصير في التهابات كل ما يسوون له فحص سم أيضا يكون في سوائل وشمع حول طبلة الأذن الطفل في البيت النادي ما يستجيب لنا ممكن يعلي على صوت التلفزيون، يتكلم بصوت عالي، ايضا التاخر اللغوي قد يكون واحد من المؤشرات اللي قد تدل على ان الطفل عنده مشاكل في السمع. وشنو دور اختصاصي النطق واللغه في تنميه هذا الجانب او علاج مشكله ضعف السمع؟ طبعا العلاج دورنا احنا كمختصين في السمع بعد ما يكتشفون ان الطفل عنده مشاكل في السمع في انواع مختلفه من ضعف السمع وفي درجات فعندنا ضعف السمع التوصيلي اللي هو تكون المشاكل فقط في الاذن الخارجيه او في الاذن الوسطى اللي هي السوائل والشم اما اذا كان فقدان السمع حسي عصبي هني ممكن دكتور انف واذن حنجره هو اللي يحدد حاجه الطفل حق المعين السمعي اما يكون سمها عاديه او عمليه زراعه قوقعه او عمليه جذع الدماغ على حسب درجه فقدان السمع. حلو في الجانب المترتب عليه تاهيلكم او مساهمتكم في العلاج، شنو الطريقه المتبعه؟ الطريقه المتبعه ان بعد ما نحدد ما هي ما هو التدخل العلاجي المناسب حق الطفل، الطفل إن المركز نبدي في عمليه التقييم الاولى. نبدي نشوف اسباب ومشاكل الموجوده وعمر الطفل الزمني وعمره السمعي فمتى هو كم عمره؟ عمره سنه؟ زين متى اكتشفنا انه عنده مشاكل في السمع؟ هل هذه السنه كلها انت ما تسمع فيها؟ فمعناته هذه سنه من عمرك راحت، فمعناته سنه من مهاراتك مفقودة. قلت مفقوده. آه فدورنا ان نقيم الطفل ونشوف حاجته لهذا المكان وبعدها نحط خطه فرديه علاجيه حق آه هذا الطفل وللاسره بشكل عام. يعني كل حاله قائمه بذاتها. طبعا اكيد لان كل لان كل طفل عنده مهارات مختلفه وكل عمر سمعي مختلف عن الطفل الاخر، البيئه اللي الطفل عايش فيها والمعين السمعي اللي هو لابسه مختلف عن الاطفال الثانيين. شنو الارشادات المتبعه مع ضعاف السمع بشكل عام؟ مع ضعاف السمع من الاهم اهم الاشياء عفوا من اهم الاشياء اللي لازم نتبعها اولا ان الطفل اذا كان لابس المعين السمعي خلاص يلبسه بانتظام. لان احنا نحتاج على الاقل عشر ساعات نلبس هذا المعين السمعي عشان نقدر نوصل الى مستوى اللغه المناسب حق عمرنا بعدها يجي دور البرمجه لانه هو جهاز سبحان الله فاحنا نحتاج نبرمجه كل فتره فنحتاج نوصل مستوى السمع في هذا الجهاز الى مستوى الانسان الطبيعي بعد هي دور الاهل وتعاونهم مع المختص في انهم يتدربون في البيت يشتغلون على المهارات اللي عطيناهم وعلى الخطه العلاجيه ويلتزمون فيها مكملين معاك استاذه فرح ولكن بعد هذا الفاصل عودة لكم مشاهدينا وحوارنا مع الاستاذة فرح الخباز اختصاصية نطق ولغة ذكرتي قبل الفاصل مصطلح اللي هو المعين السمعي أيها. ممكن شوي توضحين شنو هو المعين السمعي؟ المعين السمعي هو اي جهاز يستخدمه الطفل سواء كانت السماعة العادية او زراعة القوقعة او عملية جذع الدماغ، كل واحد فيهم يختص بنوع من انواع ضعف السمع في حال الطفل عنده ضعف سمع متوسط او بسيط يستخدم السماعه العاديه في حال مستوى السمع عنده شديد الى اشد خلينا نقول اكثر شده هنا يلبس او يزرع عمليه القوقعه اما اذا كان الاثنين مو مفيدين له وما يصلحون هنا نبدا نسوي عمليه زراعه جذع الدماغ في بعض الاطفال اللي يستخدمون السماعه خلينا نقول لانه ظاهره وتبين قد يعانون شويه من تقبل السماعه وايضا من التنمر او نظرات بعض الناس فشنو الرساله اللي حابه توجهينها لهم من الـ الـ الاشياء اللي احنا نقولها حق الاهل دائما انك انت في البدايه لازم تتقبلين وجود السماعه على اذن طفلك كل السماعات اللي ذكرتها راح تكون ظاهره حق الناس بس لما انا اتقبل طفلي مثل ما هو حالها حال النظاره فمعناته هو بعد راح يتقبلها ويحبها وإذا هو تقبلها وحبها يقدر يدافع عنها قدام كل الناس فإحنا ما نقدر نقول نوقف بوي كل الناس ولكن إحنا نقدر نزرع الثقة في عيالنا ودائما نخليهم حول اطفال ثانيين، فاحنا عندنا في المركز كل الاطفال اما لابسين السماعه او زارعين القوقعه، فالكل الف وجود السماعه، وكل من يشوف سماعه غيره، ففي هذه البيئه ما تحسين وجود التنمر وايد كبير، فلما يطلع الطفل من المركز ممكن يتعرض لهذه الاشياء، ولكن الحمد لله يكون جاهز لانه هو يدافع عن سماعته، ويوقف بوجه اي واحد يتنمر عليه. بالنسبة للأطفال اللي يستخدمون المعين السمعي في بعض الحالات تتطور وبعض الحالات ما تتطور فعلا. السبب يرجع ليش؟ آه طبعا في أسباب عديدة أولها اللي هو البرمجة مثل ما قلنا هو جهاز فنحتاج البرمجة تكون ممتازة فعشان جودة الصوت تكون زينة نحتاج أنها تكون ممتازة أيضا من الأسباب اللي إحنا وايد نلامسها اللي هو تعاون الأهل فإحنا من خلينا نقول بداية الجلسات نبدي نعرف ان هذا الطفل لما يكبر راح يصير عجيب وهذا الطفل ممكن ما يتطور والسبة تعاون الاهل فتعاون الاهل وشغلهم في البيت وايد يفرق في اطفال متناسبين في نفس العمر السمعي ولكن تلقين هذا الطفل يتطور بسرعة وهذا الطفل لا على نفس المستوى واللي يفرقه هو تعاون الأهل وشغلهم في البيت شنو اللي مطلوب من الأهل؟ المطلوب انهم يتعاونون في الاهداف اللي قاعد تشتغل عليهم الاختصاصيه ويلتزمون فيها ويلبس السماعه الطفل بانتظام يعني عاده الاهل يشوفون الطفل لابس سماعه فيقولون حرام مسكين خلوا خلي قط سماعته ولكن بالفعل احنا قلنا نحتاج اقل شيء عشر ساعات يلبسها الطفل والطفل قبل عيد ميلاده الرابع المفروض يسمع 40 مليون كلمه فاحنا شلون نقدر آه، نوصل هالعدد الكامل الكامل من الكلمات اذا احنا ما قاعدين نلبس السماعه ولا قاعد نشتغل على الاهداف في البيت آه، احنا نقول الايد الوحده ما تصفق مات. فإحنا احنا شغلنا في المركز اذا الطفل موجود من الساعه 7 الى الساعه 12 آه، باقي الوقت كله في البيت فتعاونهم جدا مهم هل يوصل الطفل لمرحله انه خلاص يستغني عن السماعه ما خلاص الطفل اللي عنده ضعف السمع ما يستغني عنها ولكن مهاراته ممكن توصل إلى مهارة الطفل اللي بعمره زمني ومثلا إذا عندك طفل شاطر في قراءة الشفاة ممكن يستغني عن السماعة ويعتمد على هذه الملكة آه لا قراءة الشفاة إحنا مو كل مخارج الحروف تبين في الشفات، فأربعين بالمئة فقط من المخارج الحروف تبين في لغة الشفات، فيعني حتى لو الشخص بيعتمد على لغة الشفايف معناته أربعين بالمئة قاعد يفهم من الكلام. نصيحة حابة توجهينها لكل أم تعاني أو طفلها يعاني من ضعف السمع أه، تبحث عن المكان المناسب في البداية أه، يلبس السماعة بانتظام أه، تتأكد من البرمجة الممتازة ايضا تشتغل في البيت والتدخل المبكر جدا مهم اول ثلاث سنوات اولى من حياه الطفل هي اللي تغير تكوين الدماغ فاذا احنا ما اشتغلنا في هذه السنوات الاولى معناتها تترتب علينا وايد مشاكل بعد ما يكبر الطفل كل الشكر لك استاذة فرح الخباز على هذه المعلومات القيمة إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة إلى اللقاء غدا بإذن الله